شكرا جزيلا السيدات والسادة، شكرا للمتحدثين من قبلي وهم على علم بتفاصيل الوضع على السوريين والسوريات، وهذا يجعلني أختصر من كلمتي تجنبا للإعادة. وأتقدم بالشكر لمفوضية حقوق الإنسان ولكل من دعم وجودنا معكم لإيصال مطالب السوريات والسوريين لكم. بعد مرور 6 سنوات على قرار 2254 و 21 عاما على القرار 1325، نسأل هل تم تحقيق بنودهم وما مدى إلزاميتهم لجهة حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة؟ أنا امرأة سورية أعمل بالشأن النسوي منذ أكثر من 30 عاما، وما شهدته منذ عام 2011 ليومنا هذا من انتهاكات على النساء والفتيات السوريات لا يمكن اختصاره ببضع كلمات، وجميع يعلم أن أجساد النساء تستخدم أداة حرب بين الأطراف المتصارعة. فكيف حالنا نحن نساء سورية ونحن محرومات أصلا من الحماية القانونية ضد جميع أشكال العنف، بدءا من العنف الأسري وصولا لعنف النظام والجماعات المسلحة، ولا أستثني منهم أحدا. ورغم أن الانتهاكات التي وقعت على النساء والرجال، إلا أننا نعتقد أنها تحمل طعما مرا ولاذعا على النساء لامتداد هذه الجرائم إلى جرائم قتل النساء المغتصبات من قبل عوائلهن بحجة حماية الشرف واعتبارها وصمة عار اجتماعية تلحق بالناجية من قبل الأسرة والمجتمع وتدفع ثمنها هي، مما يفترض آليات خاصة ومختلفة في التعامل معها وفقا للسياق السوري، خاصة مع وجود بيئة قانونية وسياسية وثقافية واجتماعية تساهم في تكريس العنف ضد النساء وتشرعنه القوانين السورية من حيث الأساس. السيدات والسادة، الجميع يعلم ما تعرضت له آلاف الناشطات للاعتقال والتعذيب والمنع من السفر، حتى النساء اللواتي عملنا في الإغاثة. وتعرضت النساء في سوريا لجميع أشكال العنف، من تزويج الصغيرات إلى التزويج القسري إلى الاغتصاب والاتجار بهن وبيعهن في سوق النخاسة لدى داعش. لكن الوضع اليوم هو في سوريا أصعب من الناحية الاقتصادية والسياسية والإنسانية نتيجة استمرار النزاع وانتشار الكورونا. ومن المعروف أن النساء تدفع أثمانا أعلى من الرجال، فهن الأكثر فقرا وهن المهمشات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. السؤال، ما هي القرارات التي اتخذت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعمهن وحمايتهن وخاصة داخل سوريا وفي مناطق جغرافية مختلفة؟ اليوم الملف السوري مجمد على مستوى المفاوضات وربما على مستوى العملية الدستورية، وتعلمون جميعا أن هذا الملف ليس بيد السوريين والسوريات، إنما هو بيد عدد من الدول الأعضاء في مجلسكم. ما هو دوركم لإيقاف آلام ونزيف السوريين والسوريات؟ اسمحوا لي وأنا لاجئة سورية في لبنان أن أتحدث حول أوضاعنا. والآن السيد باولو ذكر أوضاع اللاجئين. اللاجئين السوريين عاشوا ويعيشون الآن ظروفا قاسية لها علاقة بسياسات الدول المضيفة تجاهها، وخاصة في لبنان، حيث أقرت الحكومة اللبنانية في 14 تموز 2020 السياسة العامة لعودة النازحين إلى سوريا. هذه الورقة لا تتطرق إلى عتبات الحماية، على الرغم من أنها تشير إلى إمكانية زيارة السوريين للبنان ما بعد عودتهم، لكنهم في الواقع يتلقون حرمانا من الدخول إليه فور مغادرته. كما تحدد الورقة أن 89% من السوريين يرغبون بالعودة بحسب مفوضية اللاجئين، لكنها تغفل حقيقة أن 85 إلى 88% من السوريين يعتبرون أن شروط العودة من ظروف سياسية وأمنية
ليست مستوفاة في بلدنا سوريا على الرغم من رغبتهم في العودة، وحيث أن هذه وتشير إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، فمن المهم أن نتذكر أنه بين 21 أيار و 28 آب 2019 أعيد بشكل شبه قسري حوالي 3000 لاجئ إلى سوريا، ومنع آلاف من السوريين من العودة إلى مناطق محددة مثل القلمون الغربي والزبداني والقصير. الوضع اليوم يزداد تأزما نتيجة سياسات الإغلاق للحد من انتشار الكورونا، وهذا ينعكس أيضا على زيادة العنف والفقر على النساء خاصة. السؤال: هل يكفي التصريح من أغلب دولكم أن سوريا بلد غير آمن؟ أم يستدعي القيام بخطوات عملية لحماية اللاجئين من العودة القسرية والضغط على حكومات الدول الراعية لهذا الترحيل؟ السيدات والسادة، ملف المعتقلين والمفقودين قسرا هو الملف الإنساني، ملفنا جميعا، وخاصة أن نتحمل مسؤوليته جميع الأطراف وبشكل خاص الحكومة السورية العضو في الأمم المتحدة التي تتحمل المسؤولية الأكبر، والتي يجب أن لا ينتظر هذا الملف مسار المفاوضات ولا المسار العملية الدستورية ولا أستانا، بل يجب أن يبدأ سريعا وبخاصة في حالة انتشار الكورونا. أيضا أتساءل ما هي الحقائق التي تريدونها ولم يقدمها المجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي والمنظمات حقوق الإنسان وبخاصة لجنة التحقيق الدولية. تقرير فقدت كرامتي الذي وثق آلاف الانتهاكات على السوريات ومن جميع الأطراف، ملف صور قيصر، ماذا تريدون بعد كي يتحرك ضمير العالم تجاه عشرات الآلاف من المعتقلين ما زال مصيرهم مجهولا لأسرهم ولنا كمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان؟ نحن نريد، وهذا حقنا وليس نطالب أو نوصي كاللغة الدبلوماسية التي تستخدمونها، نحن نريد منكم موقفا إنسانيا حازما بغض النظر عن مواقفكم تجاه أطراف النزاع لتخفيف المآسي التي يعيشها السوريون والسوريات منذ أكثر من 50 عاما، وازدادت حدة وعنف منذ 2011 ليومين هذا. هذا الموقف يجب أن ينتج عنه قرارات عملية ملزمة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والكشف عن مصير المغيبين من كل الأطراف. نريد موقفا داعما وضاغطا على الدول ذات التأثير على الملف السوري لتحريك قرارات مجلس الأمن وخاصة 2254 وإحياء العملية السياسية والدستورية. نطالبكم بحماية اللاجئات واللاجئين في بلدان اللجوء، وهي من مسؤوليتكم في ضمان عودتهم بكرامة وطواعية إلى سكنهم الأصلية وفق الاتفاقية دول اللاجئين، وضمان تعويض اللاجئات والنازحات المعيلات والفاقدات لأزواجهن وتأمين مساكن لهن ولأطفالهن. نطالبكم بضرورة الضغط على الجهات المتفاوضة والدول الداعمة العملية السياسية السورية لضمان تطبيق برامج عدالة انتقالية حساسة للجندر تسمح بتقديم مرتكبي العنف ضد النساء وخاصة العنف الجنسي إلى المحاكم المختصة. أخيراً، السوريين والسوريات عن مختلف الجغرافيات السورية وفي بلدان اللجوء بحاجة لتحرك سريع من قبلكم لتخفيف معاناتهم الاقتصادية والإنسانية، وخاصة الآن في زمن الكورونا. ما زالت الحكومة السورية تعتقل الناشطين والناشطات لمجرد انتقادهم لسياساتها تجاه تدهور الوضع المعيشي، والذي وصل ب 83% من السوريين إلى تحت خط الفقر. إن دعمكم ومواقفكم العملية للخطابية هي السبيل الوحيد للسوريين والسوريات لإعادة الثقة بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة كي يتمسكوا بأمل في حياة لائقة بهم كبشر. إنكم حقاً تدافعون عن حقوق الإنسان فعلياً وليس نظرياً خلال العشر سنوات منذ بدء ثورتنا. ثورة الشعب تطلع لحقوقه في الحرية
والمساواة والتشاركية وتحمله المسؤولية في تنمية بلده نحو دولة المواطنة يعيش جميع أفرادها بكرامة. وشكرا لإصغائكم، ونحن بانتظار خطواتكم العملية. شكراً.